جديدة من برنامج ضفاف على شاشات العربي اثنان اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ترافق اليوم أنا وخالد تحية لك امسية طيبة لك يا ألا مشاهدينا الكرام في ضفاف وكالعادة نواكب فعاليات ثقافية أدبية وفنية على امتداد وطننا العربي كما نطرح في المقابل قضايا نقاشية تهم الفرد والمثقف العربي البداية بالعناوين استرداد مؤجل، فيلم قصير عن الجثث الاسيرة لدى اسرائيل، وأمل العودة الطويل لأمهات الشهداء. الأدب البوليسي أو أدب الجريمة بين الازدهار في الغرب والتجريب في الشرق. سمرات فنية في تياترو الكويت يحتفي بالفنان أبو بكر سالم. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم من جديد. بدايه حلقتنا هذا اليوم الاء سينمائيه وكما تعكسها الصوره يعني فلسطينيه وتقودنا للحديث عن تاريخ السينما في فلسطين. حيث عرفت فلسطين السينما مبكرا مشاهدينا حتى قبل نكبه عام 1948 خاضت السينما الفلسطينيه حروبها طيله ما يقارب السبعين عاما ولا تزال ربحت العديد من المعارك وتجاوزت في المقابل الاسوار العنصريه التي يضربها اللوبي الصهيوني المهيمن على صناعه السينما في العالم. نعم خالد يعني وعاش الفلسطينيون تحت وطاه احتلال وضعهم امام خيارين اما التهجير او البقاء وسد منافذ الحياه عنهم وسجنهم في بلده. هو الواقع لا لكن في المقابل رغم كل هذا حلق الفلسطيني مشاهدين بعيدا عبر الكاميرا التي صنعت افلاما عالميه واوصلت صوت الفلسطيني ليصدح في كل العالم نعم كيف يمكن لصناعة السينما أن تولد على أرض فلسطين مع كل ذلك التعجيز والقمع والتضييق كيف صنعت السينما في فلسطين محتوى حلق إلى العالمية مستلهما من معاركها اليومية قصصه وحكاياته وهذا يدفعنا لطرح أسئلة عميقة في هذا الصدد ألا كيف صارت عدسات الكاميرا سلاحا حارب به صناع السينما الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي. جوله مع ابرز الاعمال السينمائيه الفلسطينيه الخالده. ثم لنا عوده. دير الاسد الرجال وابو ابراهيم من الانتداب او الاحتلال البريطاني الى حرب غزه، كانت ولا تزال القضيه الفلسطينيه حاضره في السينما. بدءا من سينما توثيق المجازر في البدايات، وصولا الى جيل جديد. افتتحه ميشيل خليفي بفيلم عرس الجليل سنه 1987 الذي كان اول فيلم روائي فلسطيني يصل الى المهرجانات العالميه. ثم جاء رشيد مشهراوي بفيلمه حيفا عام 1996 اول فيلم فلسطيني يشارك رسميا في مهرجان كان. وإيليا سليمان وكان فيلمه سجل اختفاء سنة 1996 هو أول فيلم فلسطيني يعرض في أمريكا أما فيلمه يد إلهية فقد فاز بجائزة الحكام في مهرجان كان العام 2002 وساعد نجاح الفيلم على إجبار أكاديمية العلوم وفنون الصورة المتحركة الأمريكية أما فيلمه يد إلهية فقد فاز بجائزة الحكام في مهرجان كان عام 2002 وساعد نجاح الفيلم على إجبار أكاديمية العلوم وفنون الصورة المتحركة في أمريكا التي كانت لا تعترف بفلسطين على قبول الفيلم للمنافسة على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية تحت اسم الأراضي الفلسطينية وفي عام 2007 قدم هاني أبو أسعد فيلم الجنة الآن وهو أول فيلم فلسطيني وأول فيلم ناطق بالعربية يرشح للأوسكار وهو الفيلم العربي الوحيد الذي فاز بجائزة جولدن جلوب وللتأكيد فالمخرجون الفلسطينيون هم أكثر المخرجين عربا ترشيحا للأوسكار ففي عام 2013 رشح فيلم عمر للمرة الثانية للمنافسة في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية عن كل هذا الزخم السينمائي الفلسطيني صدر حديثا عن دار طفرة لنشر والتوزيع كتاب بعنوان السينما ذاكرة فلسطين للكاتب أشرف بيدس هذا الكتاب مشاهدينا يرصد في 252 صفحة 38 فيلما تعاطت مع القضية الفلسطينية من كافة جوانبها وصورت معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى ما قبل أحداث غزة الأخيرة. والأعمال السينمائية خالد التي تناولها الكاتب في إصداره الجديد أخرجها نخبة متميزة من المخرجين الفلسطينيين بخلفيات ثقافية مختلفة واتجاهات متباينة. اضافه الى بعض المخرجين العرب ايضا وبمشاركه فنانين اجانب. دعينا الاء نروي عطشنا المعرفي في حلقه اليوم من ضفاف فيما يتعلق بالسينما الفلسطينيه على كل تفاصيل كتاب السينما ذاكره فلسطين يحملها الينا كاتب الكتاب اشرف بيدس والذي ينضم الينا من القاهره. استاذ اشرف اهلا ومرحبا بك في برنامج ضفاف، بدايه السينما ذاكره فلسطين، ما الذي دفعك بدايه للعمل على هذا الكتاب؟ وهل الحرب على غزه احد الاسباب الذي جعلتك تصدر الكتاب في هذه الفتره بالذات اهلا بكم وشكرا على الاستضافه في البدايه اللي دفعني للكتاب هو الشغف الشغف معرفه فلسطين معرفه المجتمع الفلسطيني واسهل وامتع طريقه انك تعرف شعب ووطن هي السينما السينما بترصد الحياه اليوميه بتاع للمواطن وخصوصا المواطن الفلسطيني ليه خاصيه معينه أه هو ده اللي خلاني يبقى يعني عندي شغف ان انا اعرف المجتمع الفلسطيني من خلال افلامه ومن خلال أه يعني السينما فتحت القوسين فتحت المسارات اكتر اشوف المجتمع الفلسطيني بصوره اوضح. يعني كل كتاب استاذ اشرف يعني بدايته يعني شغوف شغف عفوا وفضول لمعرفه المزيد ومقاسمه هذا الشغف مع القارئ، لكن هل القت الاحداث الاخيره بغزه على بالزبط. ظلالها على كتاباتك؟ هو في الح... في الحقيقه انا بدات الكتاب قبل 7 يناير بشهرين. وتيره الكتابه تسارعت مع احداث غزه. وكانت قرفته حلوه هو خلص بسرعه يعني الاحداث زي ما تكون كانت محرضه ليا ان انا يعني اتفرج على افلام اكتر واكتب عنها اكتر وكان في تماس غريب جدا ما بين الافلام وبين الاحداث يعني مثلا وانا بكتب في, في عن فيلم كفر آه كفر قاسم الفيلم بيحكي عن قرار اصدرته قوات الاحتلال بحظر التجول الساعه 5 في في قريه معينه كفره آه قريه كفر اسف وبيكلموا العمده بيقولوا له بلغ الناس ان في حظر تجول الساعه كذا العمده بيقول لهم في ناس بتيجي بعد الساعه خمسة ومش عارفه القرار فبيقولوا لا ما تقلقش احنا هنبلغهم نفس اللي حصل لما قالوا لسكان الشمال روحوا الجنوب في غزه في الاحداث الاخيره فراحوا الجنوب فقصفوهم يعني نفس الخدعه من زمان يعني نفس الممارسات هذا ايضا هو... عن كفر قاسم لكن لا هو هدي... الكتاب بدا يدفعنا الحديث عن نعم. قواسم مشترك يعني هذا هو تاريخ الفلسطيني والعدو واحد سيد اشرف يعني في هذا الكتاب انت اخترت 38 فيلما ما المشترك بين هذه الافلام أيوة. كيف وقع الاختيار وحصرتهم بين يعني في 38 فيلما هو الاختيار جه بالصدفه يعني بدا بغسان كنفاني غسان كنفاني كتب رجال في الشمس حول توفيق صالح للمخدوعون وبعدين الروايه الثانيه عائد الى حيفا اخرجها برهان علويه هو كانت البدايه غسان كنفاني غسان كنفاني سلمني لمشيل خليفه مشيل خليفه الالية إليا لمشهراوي مشهراوي لهاني أبو أسعد ومن هني أبو أسعد هو عملية تسليم كان الفنانين والسينمائيين الفلسطينيين بيسلموني لبعض وهو فكرة الشغف اللي أنا قلت عليها في الأول محمد بكري يسلمني صالح بكري صالح بكري يسلمني علي سليمان الهيام عباس ميساء عبد الهادي ربا هلال مخرجات الفلسطينيات المبدعات سواء آه انور جا آه جاسر آه مي المصري نجوى نجار عمليه تسلل وكل ما اتفرج على الافلام يزيد شغفي بيها هذا عن عملية التسلم أستاذ أشرف يعني ولكن كل فيلم من بين آه 38 فيلما يحمل إجابات عن أسئلة نقرأ بالتحديد في آه التعريف بالكتاب آه نقرأ كما ورد فيه تجيب الافلام على اسئله شائكه لدى جمهور كبير يجهل ابعاد القضيه ومعاناه الفلسطينيين في داخل حدود الارض المحتله وخارجها. سؤالي استاذ اشرف ما هي هذه الاسئله الشائكه التي يجيب عنها هذا الكتاب ذاكره فلسطين؟ م مثلا مثلا مثل عرب يعني بلاش عرب فلسطين الداخل، فلسطين الارض المحتله. دول بيتعاملوا معامله سيئه جدا من كل الأطراف. مين اللي بره ومين اللي جوه؟ يعني دايما إيه المقوله الباطله اللي هو إزاي تحمل جنسيه إسرائيليه؟ طب هسيب بيتي وأروح فين؟ طب طب واللي ساب بيته ده سابوا بيتهم وباعوا أرضهم. طب لا اللي قاعد عجبك ولا اللي خرج عجبك. مع إن فلسطين الداخل بيعانوا معاناه شديده جدا جدا. وبيتعاملوا كمواطنين درجه تانية وبيفرضوا على الاطفال الصغيرين اللي في المدارس الحكوميه ان يرفعوا العلم الاسرائيلي في يوم النكبه اللي هو بالنسبه لهم يوم الاستقلال بالنسبه لنا احنا يوم النكبه ده, ده 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 في في داخل الفلسطينيين داخل الارض المحتله الفلسطينيين اللي في القطاع واللي في غزه فكره الخروج والخروج دي مش جدا دي بتخضع لاجراءات صارمه وقاسيه وكلها غطرسه الغرض منها اذلال المواطن الفلسطيني يعني واحد مش يقدم على طلب انه هو راح يتعالج في مصر او في الاردن او كذا فيوافقوا عليه بسهوله نعم طيب سيد اشرف بالشهرين وبالثلاثه سيد اشرف يعني بالعوده الى المشهد السينمائي الفلسطيني يعني قبل الجيل الجديد بدايه بميشيل خليفه وطبعا يعرض الكتاب اعمالا سينمائيه تم انتاجها بدعم من المنظمات والحركات الفلسطينيه ما المميز في افلام هذه الفتره تحديدا افلام اللي كانت بتدعم من المنظمات دي كانت افلام بترصد الحراك القتالي والنضال وبترصد الواقعه لكل الشعوب العربيه، مشكله الافلام الفلسطينيه انها افلام مش جماهيريه. فكان ده الجزء ده او الوقت ده من الستينات لاوائل التمانينات كان رصد الحراك القتالي والنضالي للشعب الفلسطيني. والمعاناه والمعاناه وبالاضافه والم... للمذابح اللي كان بيتم على الفلسطينيين فده كان رصد للمعاناه الفلسطينيه سواء من مذابح سواء قتال يعني من كل الاتجاهات يعني بالحديث كان عن مع المنظمات يعني الافلام دي كانت استاذ بالحديث عن الاسماء اللي التي اشرت اليها جنب مع يتعلق الامر طبعا ب ايليا سليمان ميشيل خليفه ورشيد مشهراوي برايك هل تعتقد ان السينما الفلسطينيه غيرت طريقه طرحها للقضيه الفلسطينيه مع هذه الاسماء على غرار الافلام التي ذكرتها الجنه الان او حتى اشعار اخر التجربه اثبتت ان اقدر ناس لتقديم المشكلة الفلسطينية أو السينما الفلسطينية هم الفلسطينيين أنفسهم وبدأوا الخط يبدأ في تصاعد عمره ما انخفض المخرجين الفلسطينيين يعني اهتموا بالإنسان وبتماس مع السيرة الذاتية يعبر عن الإنسان إن هو المشكلة مش الأرض مشكلة الإنسان اللي هو عايش على الأرض لما تطلع مشكلة الإنسان بتتلح أوتوماتيك مشكله الارض المخرجين اللي حضرتك ذكرتهم اللي ذكرتهم في الكتاب دول كان ليهم فهم وتكنيك واكب السينما في كل الدنيا ما احنا ما عندكش حد دلوقتي تتكلم بيه او تعرف الناس عن القضيه الفلسطينيه غير خلال السينما السينما فعلا هي ذاكره الفلسطينيين السينما بتضيف للتاريخ الفلسطيني نعم طيب سيد اشرف يعني بالنسبه لهذه الافلام بل... التي اخترتها كيف توثق هذه الافلام لمراحل تاريخيه ومفصليه مختلفه في تاريخ النضال الفلسطيني وهو بالطبع يعني انت ما اخترته عنوانا للكتاب السينما ذاكره فلسطين الـ 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 السينما ذاكره وطنيه وسياسيه وبترصد الواقع. بالتبعيه ما يقدرش حد يلغيها او يسطو عليها، يعني في فتره الستينات لما كان بتعمل ايام السينما بتاع السينما الثوريه في اجتياح لبنان، السينما دي كلها استولت عليها اسرائيل. انما السينما الجديده دلوقتي دي بترصد الواقع وبتعرف في العالم ان في قضيه وان الارض دي عليها شعب بيعاني وبيعيش. والفكره وصلت استاذ اشرف شكرا جزيلا أميك. لك شكرا جزيلا لك الكاتب الفلسطيني اشرف بيدس كنت معنا من القاهره حدثنا عن كتاب السينما ذاكره فلسطين شكرا جزيلا لك شكرا لك مشاهدينا نتواصل معكم في محطتنا في ضفاف بعد وقفه قصيره ابقوا معنا بكم مشاهدينا بالشراكة مع مؤسسة قامات لتوثيق نضال الفلسطيني عرض مركز خليل السكاكيني الثقافي الفيلم الدرامي القصير استرداد مؤجل للمخرج الفلسطيني عبد الله معطان يتناول هذا الوثائقي مشاهدين قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي حيث ينقلنا الفيلم ما بين بيت لحم ورام إلى اثنتين من أمهات هؤلاء الشهداء ويأتي فيلم استرداد مؤجل خالد ضمن سلسلة أفلام مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني، وهي الجهة المنتجة للفيلم التي انطلقت قبل سبعة أعوام، وهو تدشين لإنتاجات المؤسسة لعام 2024. نشاهد معكم انطباعات بعض الحاضرين. يعني هاي رسائل رسائل معبرة يعني خاصة في الوقت اللي احنا بنعيش فيه عصر السوشيال ميديا فيديو زي هيك قصير خمس دقائق عشر دقائق ينتشر يوصل رسالة بيبعث رسالة كمان للغرب انه شوفوا المعاناة لحد وين حتى بنكلوا بجثث الشهداء يعني بيخترقوا كل الأعراف الدولية وكل المواثيق الدولية وبيحكوا عن حالهم الديمقراطية هني ديمقراطية فهي الاعمال ممتازه جدا القلم مهم جدا الفيديوهات مهمه جدا بالعكس يعني هاي من انواع الـ 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 المقاومه خلينا مثل هذه الاعمال هي احدى الوسائل المهمه لايصال رساله اهالي الشهداء لايصال صوت هذه القضيه المهمه والانسانيه للعالم اجمع نشجع اي اعمال تقوم بارسال وايصال صوت عائلات الشهداء المحتجز جثامينهم الافلام الوثائقيه يعني وسيله جيده وممتازه في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي لتصل لاكبر عدد من المشاهدين حول العالم عدم رجوع جثامين الشهداء ما بتترك للعائله مجال انه هي تتقبل اللي صار وتمضي في حياتها فبضلوا عالقين في هاي في النقطه لسنوات طويله من الالم وهذا الموضوع مهم جدا ولازم ينحكى فيه واليوم المخرج حكى بهذا الموضوع وحبينا كمان يكون في ضيف من الحمله الوطنيه اللي عندهم المعلومات الاكثر عن عائلات كثيره بتمر ب ظرف من هذا النوع مارس الاحتلال الاسرائيلي مشاهدين منذ نشاته سياسه احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهو ما عرف لدى الفلسطينيين بمقابر الارقام صح الا؟ نعم خالد ويقول المركز الفلسطيني لابحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيه ان اسرائيل عمدت الى هذا الخرق القانوني لحقوق الانسان ومحاوله السيطره على وعي الفلسطيني واخضاعه عبر رفع ثمن مقاومته للاحتلال في حياته واثناء اسره وأيضا بعد استشهاده وبالتالي تحويل سياسة جمع الجثمين أو الإبقاء الجثامين هكذا تفضل ألا إلى ورقة مساومة في حالة إبرام صفقة تبادل أسرى مستقبلية وأكثر من ذلك فإن الحرب على غزة مشاهدينا فتحت المجال واسعا أمام تأويلات أخرى لاستغلال الشهداء في سرقة الأعضاء وهي قضية تواترت في وسائل الإعلام والوسائط الإعلامية أيضا مؤخرا نعم يأتي هذا الفيلم القصير بعنوان استرداد مؤجل ليطرح هذا السلوك الإجرامي الإسرائيلي من جديد من خلال لقاء أمهات الشهداء والمفقودين وهذا مشاهدينا ما سنتطرق إليه مع مخرج العمل عبد الله معطان الذي ينضم إلينا من رام الله أهلا ومرحبا بك معنا عبد الله بداية يعني ما الذي أردت أن تكشفه في هذا الفيلم من خلال اختيارك لهذا الموضوع جثمين الأسرة الذين تحتجزهم إسرائيل بداية يعطيكم العافية جميعا ألاء وخالد فهو مش, مش شيء أنا بدي أكشفه هو شيء أنا بدي أطرحه على الطاولة أو خلينا نقول أسئلة بدها تنطرح أخرى مرة لإلنا لان في كثير من من قصصنا الفلسطينيه او قصصنا اللي موجوده جوا البيوت بالعاده احنا يعني بتبقى صعبه شوي نقدر نطرحها بطريقه بطريقه مشاعر فالفيلم الفيلم هذا تطرق اكثر شيء لمشاعر الامهات اللي بيستنوا او استلموا جثمين ابنائهم ومن خلال الرحله اللي اللي رافقت الامهات قدرنا نفهم بالضبط الشعور الداخلي ل او مش بالضبط لانه صعب نفهم بتخيل مرات شعور الام شو بتحس تجاه تجاه انتظارها لج لجثمان ابنها اللي بظل اصلا من لحظه سرقه الجثمان ل للحظه تسليم الجثمان بظل بيت اهل الشهيد خلينا نقول بحاله عزاء مفتوح ممكن تستمر ل لشهر لشهرين لسنة سنتين أو ممكن مرات في, في بعض الحالات لخمس سنين وأكثر فهي يعني خلينا نقول محاولة لفتح صندوق جوا عائلات الشهداء ونحاول نسأل حالنا إن هل إحنا في هذا الوقت خلينا نقول اليوم بهذا الزمكان هل هذا الشيء طبيعي إنه يصير تنسرق ينسرق جثمان إنسان وينحط جوا ثلاجة وهذه التفاصيل عبد الله معطاني يعني هذه القصص من من يعني هذه القصص بتفاصيلها طبعا تعنينا جميعا لكن سؤالي كيف عملت في حقل فيه الكثير من الانفعالات والحساسية المفرطة إن صح التعبير لتصنع منه عمل سينمائي يعني مميز هل اعتمدت يعني على مقاربة أو أدوات معينة؟ يعني طبعا الفيلم هذا أخذ فترة منيحة من الزمن عشان يتشكل بالشكل النهائي اللي يوصل اكيد اخذنا مقاربات كثير وكان وكان اكثر شيء من من المقاربات من خلال الامهات شو كانت بتحس ازود ففي شغله رح اذكرها يعني قالتها ام شهيد ان انا كل ما بفتح الثلاجه بشوف ابني بالفريزر وهي شغله مؤلمه اكيد بس وعشان هيك تطرقنا لإنه نروح نشوف شوفي جوا الثلاجه بشكل عام عشان نقدر نفهم ونوصل ما بين شوف شو موجود جوا كل دار من, من تفاصيل في ثلاجه او, أو او كيف شكلها يعني لما نتفرج على تفاصيل الثلاجه او الدجاج او اللحمه المفرزه اللي اللي هي طبعا يعني مش بوجه مقارنه بس هي موجوده في كل بيت موجوده في كل دار يعني حتى بعد ما المشاهد يطلع من من الفيلم راح يروح على داره بعد اسبوع اسبوعين او فتره راح يفتح الثلاجة ورح يتذكر ان في امهات اليوم قاعده بتقارن الاشي الموجود يوم يوم في دارنا في في ابنها اللي للاسف الاحتلال محتجز محتجز ابنها. نعم طيب يعني عبد الله ماذا عن ظهور شخصيه الام ام الشهيد كما ذكرت بكل هذه الانفعالات وكل هذه الشعور المؤلم بالصوره التقليديه لهذه الام التي نطلب لها الصبر بعد فقدان ابنها الى تلك التي تعيش ايضا على امل عوده ابنها ولو جثه، يعني اي صوره قدمتها في هذا الفيلم للأم؟ يعني إحنا يعني أخذنا أزود من من أم في النهاية يعني اخترنا أم أم يعني ثنتين من الأمهات لشهداء اللي هي أم صالح البرغوثي وأم امجد ابو سلطان، اللي هي وحده استلمت ابنها وشعور يعني شعور خلينا نسميه الحزن كان بارد بالنسبه لها بعد ما اخذت واستلمت ابنها. وشعور ام ثانيه كانت ما زالت تنتظر ابنها يرجع لها. صدقا يعني الحوار اللي بقى يدور ما بين ما بيني وما بين الامهات كان جدا صعب نقدر نوصل لمحل لأن انت في النهايه بتخاطبوا شعور والشعور مش بسهوله يطلع خلال كاميرا او خلال بس مجرد سؤال بده كثير يعني اتصال وتواصل ما بين ما بين الام ما بين ما بين الناس خصوصا ان في كاميرا ففي رهبه مرات بهذا الموضوع لكن في النهايه قدرنا على الاقل بدي اسميها ان نوصل ل لخط صغير بان الام تقدر تعبر لنا عن شو بتحس تجاه نفهم, نفهم من هذا يعني عبد الله انك سمعت عاليا صوت الأم الامهات في هذا العمل يعني في هذا العمل الذي انجزته يعني الواضح ان ممارسات اسرائيليه او ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العديده التي يقوم بها طبعا الاحتلال خارج الاطر القانونيه تحتاج لتسليط الضوء عليها هل سعيت عبد معطان الى ان يكون هذا الفيلم وثيقه شاهده على جرائم المحتل وفظاعتها ايضا؟ طبعا آه هذا الشيء يعني هذا موضوع كثير كبير خصوصا يعني آه جثمين الشهداء هي مش بس موجوده في ثلاجات هي موجوده في مقابر الارقام من الثلاثينات. وهذا موضوع كثير كبير مش راح ادخل في تفاصيله بس بدي احكي عن خلينا نقول كرت او وثيقه خلينا نسميها وثيقه وثيقه, وثيقة وثائقيه وثيقه قاماتيه بما ان يعني الفيلم من انتاج مؤسسه قامات اللي هي اصلا بتشتغل على على انتاج افلام من هالنوع. الفيلم هو عشان نقدر نطرح هذا الموضوع لاكبر فئه معينه في 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 العالم خلينا نسميه عشان نقدر نحكي بهاي التفصيله اللي فعليا انا من بعد الفيلم حتى فهمت تفاصيل بزياده عن عن هذا الموضوع اللي اصلا قبل الفيلم وخلال رحله البحث ما كنت بعرفها ف ف فكان موضوع الطرح للفيلم بحد ذاته هو موضوع سؤال مستمر يعني ما في اجابه واضحه وخصوصا يعني حتى حتى الفيلم نفسه هو بيطرح وبيخلي بيخلق كثير كثير اسئله عنا انه طب ليش ليش هاي الاشياء ف... فدائما في حاله سؤال مستمر وما في جواب وما بتخيل احنا حاليا في حاله الجواب لان احنا ما زلنا تحت ال... تحت الاحتلال تحت الاستعمار ف... ف... فالجواب بيبقى يعني مش واضح حاليا نعم وبالتالي في جثامين محتجزه في الثلاجات او في المقابر نعم وبالتالي عبد الله يعني امام كل ذلك كيف بتشوف اليوم مسؤوليتك يعني هل بتشوف انها اصبحت اكبر بعد ما اتجهت لطريق التوثيق بما يحتم عليك مواصله البحث عن قصص اخرى لتكشف المعاناه الفلسطينيه يعني صراحه انا راح اروح اقتبس شيء قال وليد دقه رحمه الله عليه الشهيد اللي هو اصلا حاليا محتجز في في داخل الثلاجات قال عندما لا تتحرر جثثنا من السجن نحررها نصا ولوحه مرسومه عسى ان تكون واضحه بعد ان غدا موتنا غير واضح بتخيل على الاقل خلينا نحرر هاي الجثث من السجن من خلال فيلم او من خلال لوحه او من خلال رسمة أو من خلال حتى نص صغير اللي 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 بتخيل هو مسؤوليتنا جميعنا إن اليوم هاي 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 الوثيقة تبقى موجودة لأكبر عدد ولا ولاطول فتره زمنيه وخصوصا يعني اليوم احنا بنخاطب جيل يعني دائما بحاول بغض النظر مين بس بحاولوا دائما التغييب الوعي اللي جواهم وفيلمك القصير عبد الله معطان هو نوع من هذا التحرير الذي وصفته في كلامك شكرا جزيلا لك من رام الله المخرج عبد الله معطان شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في حلقه اليوم من ضفاف. شكرا مشاهدينا نتوقف لفاصل نعود من بعده لمتابعه ما تبقى من فقرات ضفاف رافقونا. أهلا ومرحبا بكم نتحدث في هذه المحطة عن الأدب البوليسي هل تقرأ في مجال الأدب البوليسي خالد؟ أقرأ كثيرا طبعا روائع أغاثا كريستي عن الأدب البوليسي ويساويني المفتش كونان الذي يقودنا إلى أرثر كونان رواد الأدب البوليسي وهو مبتكر شخصية شارلوك هولمز الشهيرة نعم هذه أسماء شهيرة يعني في هذا المجال يعني بالحديث عن الأدب البوليسي أو أدب الجريمة أو الأدب الجنائي تسميات متعددة لجنس واحد وهو الأعمال السردية التي تدور عادة حول جريمة معقدة يحاول الكاتب كشف خيوطها بالتدريج وبطريقة متسلسلة ومشوقة تثير فضول القارئ إلى أن يتم الكشف عن هوية المجرم وحل اللغز لغز الجريمة طبعا لهذا النوع الأدبي مشاهدينا جمهوره العريض والاء واحدة من هذا الجمهور لقد انتشرت الروايات الفرنسية بشكل واسع وحققت في المقابل أرقاما عالية في المبيعات نعم وكما ذكرت نقل الكثير من هذه الروايات والقصص إلى الشاشات من خلال أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية لاقت نجاحا كبيرا على حساب أعمال أخرى كالفانتازيا والرومانسية طبعا الكثير من الاسئله تثار في هذا المجال الا ماذا نعرف مشاهدينا عن تاريخ الادب البوليسي ومن هم ابرز رواده؟ الاجابه يحملها لنا هذا التقرير. الروايه البوليسيه جنس سردي نثري خيالي نشا في احضان الحضاره الغربيه وكانت بدايته الاولى في القرن التاسع عشر. يرجح أن أول قصة بوليسية حديثة هي جريمة شارع مورغ التي نشرت عام 1841 للكاتب والشاعر الأمريكي إدغار ألمبو ومن وقتها وحتى اللحظة ازدهر هذا النوع الأدبي ولقى رواجا على يد روائيين وكتاب لا يقلون إبداعا عن هذا الأخير أمثال أنا كاترين غرين التي اشتهرت بأنها أم الرواية البوليسية حيث نالت روايتها قضية ليفنورت التي كتبتها عام 1878 إعجاب العديد من الكتاب والنقاد كما نجد أيضا الكاتب الفرنسي موريس لوبلون الذي ابتكر الشخصية الشهيرة أرسين لوبين إلا أن هناك اثنين من الكتاب دائما ما اقترن اسمهما بالأدب البوليسي الغربي الأول هو الطبيب الأسكتلندي آرثر كونان دويل مبتكر شخصية المحقق الشهير شارلوك هولمز والثانية هي أغاثا كريستي الملقبة بملكة الجريمة والتي باعت رواياتها أكثر من مليار نسخة خلال المائة عام الماضية وهي الكاتبة الوحيدة تقريبا التي ترجمت أعمالها لأكثر من مئة لغة مما يجعلها تتربع على قائمه اشهر الكتب مبيعا في تاريخ البشريه اما في وطننا العربي فقد اجتهد عدد محدود من الكتاب العرب في هذا الاتجاه امثال المصري محمود سالم فارس القصه البوليسيه ورائد ادب المغامره في مصر والعالم العربي وصاحب السلسله الشهيره المغامرون الخمسه التي عاشت في اذهان الكثير من الاجيال وشكلت طفولتهم قبل عقود وكذلك مواطنه الروائي صالح مرسي أحد رواد أدب الجاسوسية الذي استطاع أن يجعل من بعض الأوراق في ملفات المخابرات المصرية أعمالا روائية تحولت فيما بعد إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا. وتجربة المغربي ميلودي شغموم لا يمكن اغفالها في هذا الباب والتي مثلت طفرة متميزة في الكتابة البوليسية بحكم امتلاك المؤلف لتقنيات هذه الكتابة فضلا عن انتسابه الى ميدان العمل الجنائي ورغم وجود قاعدة واسعة وشغوفة بالرواية البوليسية إلا أن إنتاجها لا يزال متعثرا وشبه منعدم الامر الذي لم يسمح بتبلور روايات او قصص بوليسيه عربيه تحمل نفس المواصفات المعروفه في الادب الغربيه لمناقشة هذا الموضوع أكثر مشاهدينا تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والناقدة نشوى أحمد أهلا بك أستاذة نشوى في برنامج ضفاف بداية رغم أن الأدب البوليسي أو أدب الجريمة نشأ متأخرا مقارنة بباقي الأجناس الأدبية إلا أنه في المقابل يعني يلقى رواجا كبيرا سواء عند المتلقي الغربي أو العربي سوألنا يعني ما السر في هذا الإقبال وكذلك ما السمات البارزة لهذا الأدب أدب الجريمة أو الأدب البوليسي بالفعل أستاذ خالد هو الأدب البوليسي أو أدب الجريمة هو الأكثر رواجاً والأكثر شعبية والأكثر مقروئيه في جميع أنحاء العالم ويعني سر هذا الإقبال أو سر هذه الشعبية بيكمن في سمات هذا الأدب لأنه الأدب فيه بعض السمات اللي بتشجع القارئ على الإقبال عليه لو هنتكلم في الأول على فكرة التشويق والإثارة لأنه أدب الجريمة بيكون فيه جرعات هائلة من التشويق والإثارة يعني احيانا بتحفز الادرينالين عند القارئ فبتديه بتدي متعه اضافيه على متعه القراءه ويمكن ده يفسر لاغلب قراء هذا الادب من الفئات العمريه الشابه او الاقل يعني حديثه العمر يعني وان كان ده طبعا لا ينفي انه بيلقى بي رواجا عند كافه الاعمار من ضمن الاسباب او السمات اللي بتخلي هذا الادب له شعبيه كبيره فكره الغموض انه الغموض والتعقيد والالغاز في الاحداث بيد بيد يعني بيمنح القارئ دور جديد غير دور التلقي لانه بيخليه بمثابه محقق موادي للمحقق البطل اللي موجود في النص وبيبدا يربط احداث ويستنتج ويعني يعمل تاويلات وكل ما كانت الأحداث مخالفة لتوقعاته كل ما بتزيد المتعة وكل ما بيزيد التحدي وكل ما بي- يعني بيتمسك أكتر بقراءة النص. من ضمن الأسباب الثانية إنه بتمنح هذا النوع من الأدب بيمنح للقارئ مسافة آمنة لملاحظة القبح والعنف يعني وهو يعلم إنه إنه يعني أمام عالم غير حقيقي فبيقدر إن هو يلاحظ هذا القبح وهو في حالة آمنة يعني. من ضمن برضو الأسباب الثانية أنه بيخلق له واقع موازي بيحقق طموحاته في الثأر للضحية والانتقام من الجاني وتحقيق العدالة والانتصار ليه برضو من الأسباب الأخرى أنه بيدي له تجارب جديدة عن أماكن وفضاءات مختلفة يعني مثلا لو لو خدنا مثال اجاثا كريستي لما راحت دول كتير في الشرق الاوسط يعني عملت روايات كان في احداثها بتدور في فلسطين وفي العراق وفي مصر فبتعمل تجارب جديده لاماكن جديده بالنسبه للقارئ وبتمنحه خبرات اضافيه فده كمان بيسبب مزيد من الشعبيه لهذا الادب. في سبب كمان انه رواد هذا الادب زي ما حضرتك قلت دلوقتي ارثر كورن صاحب الشخصيه الشهيره الاشهر في العالم الشخصيه الخياليه اللي هي شارلو كولمز يعني لا يكاد يكون احد في العالم لا يعرف عن شارلو وبالعكس يعني لما بتستخدم بيستخدم يستخدم هذا الاسم للإسقاط على شخص يعني بيستخدم ذكائه في التاويل والتفسير والاستنتاج فالنجاح اللي حققه رواد هذا الادب عمل قاعده واسعه نعم. من الجمهور اللي يقبل أصلاً. على قراءه قراءه هذا الادب وتزايدت مع الوقت جميل جميل جدا استاذه نشوة لكن على المستوى العربي يعني اذا ما اردنا ان نقرا هذا الادب عربيا يقول بعض النقاد ان الروايه البوليسيه الغربيه مكتوبه لمجتمعات تحترم القانون ومؤسساتها على درجه معقوله من العداله هل يمكن القول انه لهذا السبب اخفق العرب في مجال الادب البوليسي يعني بالتالي هل يمكن اعتباره من بين اسباب عدم اقبال الكتاب العرب لكتابه هذا الادب هو لتفسير تراجع هذا النوع من الادب في العالم العربي يجب ملاحظه سبب انتشاره وتقدمه في الغرب هو هذا النوع من الادب بدا في الانتشار او الظهور الحقيقي في منتصف القرن التاسع عشر لانه زي من الثوره الصناعيه في هذا الوقت بدات العلاقات الاجتماعيه تتغير المجتمعات تتغير بدات المجتمعات الضيقه اللي فيها الترابط والناس تعرف بعض بدا الكلام ده يختفي لصالح مجتمعات اوسع العلاقات فيها غامضه فيها شك فيها لا يقين ناس ما بتعرفش بعض بدا اصلا على على الواقع يزيد معدل الجريمه وحتى في الوقت ده يعني في 1829 ظهرت لاول مره قوات الشرطه في لندن وظهرت في 1845 ظهرت قوات الشرطه في نيويورك فزيادة معدل الجريمه وتغير شكل العلاقات في المجتمع هو الذي افرز هذا الادب وسبب له انتعاشه وده بيفسر ليه عندنا في العالم العربي تاخر هذا الادب لانه شكل المجتمعات العربيه بما فيها من علاقات متقاربه وترابط وحميميه اخر هذا النوع من الظهور ومع تغير شكل المجتمعات حاليا العربيه وزياده الاقبال على ادب الجريمه او أدب الادب البوليسي بدات تظهر محاولات جاده ويعني روايات مميزه وفي ابداع بدا يظهر في هذا المجال من الادب استاذ نشوى احمد شدني في كلامك ما قلته قبل قليل ان الروايه البوليسيه تجعل من القارئ يعني محققا ثاني في اطوار الجريمه لكن الروائي السوداني امير تاج السر استنادا للبنيه المجتمعيه العربيه يقول بان الروايه البوليسيه لن تكون من بين اجناس الكتابه العربيه الشائعه في اي يوم من الايام وأي محاولة يردف أمير تجسر لكتابتها بأدوات فقيرة ستكون مغامرة تبعد القارئ ما تعليقك وما رأيك أستاذة نشوة هو يعني أنا قلت لحضرتك من شوية إنه في تغير بالفعل في شكل المجتمعات العربية، لو خدنا بالنا إنه في أصلا نسب الجريمة بترتفع بشكل ملحوظ جدا، نسب العنف بترتفع بشكل ملحوظ جدا، هذه التغيرات الاجتماعية هي تفرز هذا النوع من الادب وبالدليل انه بدات محاولات جاده ومبدعه فعليا وثريه في ادب الجريمه او الادب البوليسي صحيح هي محاولات طبعا قليله ولا تقارن بالمنجز الغربي لكن هو فعلا في محاولات وفي ابداع جيد جدا في هذا المجال وهدي لحضرتك بمثال لروايه طلعت عليها وهي صدره اخيرا روايه للكاتب السعودي حزام بن راشد اسمها اختفاء سحر هذه الروايه استفادت من المنجز الغربي في القواعد الراسخه التي يعني اسست لهذا النوع من الادب واضافت اليه مزيد من التجريب والتجديد يعني احنا عندنا روايه الجريمه بتدور في نسق انه في جثه وفي جريمه قتل غير معروف الجاني وبتبدا الاحداث يعني مع تدفق الاحداث بيتكشف الجاني وبتتكشف الملابسات ويزال الغموض. في هذه الروايه الكاتب اول حاجه لم ياخذ الشكل التقليدي للمحقق التقليدي ولكن استفاد من فكره المحقق الصحفي وجعله هو بطل النص إيه كمان إيه يعني ما عندناش لكن مفيش في, في النقطه بالذات جريمه هو لف مم. لف الغموض لكن في هذه النقطة بالذات لا يمكن اعتبار يعني, يعني تشديد يعني في استخدام بالغموط. البناء الروائي يعني الغربي من طرف الكاتب العربي، ألا يعد هذا تسطيحا للوعي وتزييفا للحقائق يعني عن الوضع السائد برأيك أستاذة نشوة؟ الحقيقة إنه ما فيش بناء صارم للجريمة لرواية الجريمة أو الرواية البوليسية حتى الغرب يعني تجاوز فكره الـ يعني الـ الخطوات العريضه اللي بتمشي عليها النص هو في قواعد راسخه لهذا الادب لكن في طول الوقت تجديد وتجريب يعني اللي ما بقاش فيه انه الجاني هو دايما اللي عليه اللغز او هو اللي غير معروف والاحداث بتكشف عنه في احيانا بيتم الاخبار عن الجاني من اول النص وتبدا يلف الغموض الملابسات التي ادت للقتل في روايات اخرى بيكون الـ 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 الجاني غير معروف والضحية غير معروفة والأدلة غير معروفة ويبدأ النص بفكرة اعترافات مخيفة هي تقود الأحداث ويبدأ الغموض يتكشف مع الوقت في فكرة أنه ما يبقاش المحقق هو البطل أحيانا بيكون المحقق كمان مش المجرم ممكن تكون شخصية في النص هي علاقتها سنوية بالجريمة ففي يعني هذا الأدب منفتح على تجديد وعلى تجريب وعلى ابتكار كثير والحقيقة أنه مع كل مجتمع بيكتسب خصوصية معينة يعني هدي لحضرتك أمثلة سريعة جداً إيه مثلا في روايه اسمها نساء قتيلات لباتريسا ميلو وهذه الكاتبه البرازيليه ناقشت في الروايه إيه قضيه مهمه جدا وهي قضيه قتل الاناث باعتبار ان البرازيل بتحتل المرتبه الخامسه عالميا في قتل الاناث وناقشت ازمه السكان الاصليين فبدا كده يعني إيه يعني اعتمدت فكره الجريمه لمناقشه قضايا اساسا اخلاقيه واجتماعيه اخرى. في مثلا روايه الغواص وكاتبها عمد الى مساءله التاريخ يعني تجاوز فكره التشويق والجريمه واللغز ده طبعا كله موجود لانه ده اساس الروايه البوليسيه لكن اضفى عليها ابعاد اخرى ابعاد اخلاقيه وأبعاد اجتماعيه وبدا يسال التاريخ ويكشف مناطق مظلمه في تاريخ اليونان ايام الاحتلال الالماني وما فعله النازيون باليونانيين وحتى ساق حادثه شهيره اللي هي مذبحه كاليفرتيا اللي هي تم قتل فيها 1400 مدني ويعني في حمولات معرفيه تاريخيه كثيره في النص نعم. الادب لم يعد له الادب البوليسي غير مقيد ببناء صارم بالعكس هو طول الوقت فيه تجديد وفي تجريب وفي ابعاد اخرى بيتم تطويرها في الادب العربي او في الكتابه العربيه اخذ نفس في المحاولات الجديده اخذ نفس الابعاد انه بدا يناقش من خلال الجريمه قضايا تخص المجتمع العربي وتتوافق مع قيم المجتمع نعم الأستاذة نشوى أحمد شكرا لك على هذه المشاركة وعلى كل ما تفضلت به معنا في ضفاف كنت معنا من القاهرة شكرا شكرا جزيلا لك يا أستاذة نشوى لا يعني من تقفي لغز الجريمة في الأدب البوليسي إلى تقفي روح الإبداع في فعالياتنا الثقافية ضمن نشرتنا التي تقودنا في بدايتها إلى الكويت حيث يسعى مركز تياترو الترفيهي والتدريبي والتثقيفي في الكويت مشاهدينا يسعى الى دعم دعم عفوا المواهب الفنيه وثقافيا ايضا وذلك باستضافتهم في تنظيم فعاليات لهم لنشر مواهبهم وانشطتهم للجمهور. صحيح خالد ويتضمن برنامجه سهرات فنيه كل اربعاء بعنوان سمرات تياترو. حيث يتم غناء وعزف الاغاني العدنيه والخليجيه المحببه للجمهور وهذا ما تجلى في السهره التي خصصت للفنان ابو بكر سالم، نتابع. طبعا هذه الفعاليه نقيمها على مركز تياترو الثقافي. من غناء الفنان ناصر المانع وفنان محب ايضا للراحل ابو بكر سالم وان شاء الله نتمنى ان الكل يستمتع في في بالحضور والاستماع لهذه الاغاني المذهله بامانه والله غنيت ضب اليمن وغنيت يا سمار وغنيت آآ 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 انا سبب نفسي بنفسي وغنيت اغنيه مسكين يا ناس من قالوا حبيبي عروس يعني كلهم مجموعه حلوه حق الفنان ابو بكر سالم يعني <applause> ابو بكر سالم ارث ارث كبير ابو بكر سالم مدرسه كبيره ابو بكر سالم يعني انا عرفته عن قرب فكنت استفيد منه الكثير لما كان مثلا ينصحني حتى يعني ما تلقى في اغاني اسفاف <applause> واجب على المركز يعني ان يقيم ليله يستذكر فيها هذه الاغاني حتى لو كانت الامكانيات متواضعه لكن هذا نوع من الوفاء لهذا الفنان العظيم اللي كانت بداياته في دوله الكويت ولا يتمتع بشعبيه كبيره في في دوله الكويت ختام حلقة اليوم من ضفاف نشكركم مشاهدينا على المتابعة على للقاء بكم غدا على شاشاتكم العرب اثنان شكرا لك ألا شكرا خالد شكرا مشاهدينا على المتابعة نلقاكم في الغد دمتم بخير